مساء الخير وحياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بالجميع. اسبوع جديد نبتدي فيه بدايه هذا الاسبوع، وكما ذكرنا في الايام اللي طافت بان الاوقات اختلفت نوعا ما لدخول برنامج اخر في تلفزيون الراي. عسى الله يوفق الجميع ان شاء الله. نبتدي وياكم يوم الثلاثاء ونختم وياكم ان شاء الله يوم السبت في برنامج 18:11 او 12 الا ثلث تقريبا. نبتدي وياكم ساعه ونص تلفزيونيه. للي حاب يشارك ويتواصل معنا هذا الرقم موجود اسفل الشاشه. خلوني ارحب بضيوفي وبعدها ان شاء الله اقول لكم محاورنا الخاصه في حلقه اليوم. اليوم مرحب ويانا ضيف داخل الاستديو دكتور ناصر الشخصي، دكتوراه في فلسفه التدريب الرياضي. حياك الله ويانا دكتور. الله يحييك، مساكم الله بالخير. مساك الله بالورد. جمهورك الكريم ان شاء الله بألف خير وصحه وعافيه. حياك الله، احنا جدا سعداء بوجودك اليوم. انا اللي اسعد في برنامج 18 للامانه دكتور. الله يسلمك. حياك الله، وايضا ويانا غني عن التعريف كابتن محمد الفلجاوي. نمسي عليك وحياك الله. مسي عليك ومسي على الكبات الموجودين وعلى الاخوه المشاهدين. حياك الله ابو خالد. كابتن عادل عقله، نمسي عليك في 18. حياك وتركي، شرفك ومتواجد معاكم مع الاخوان الاعزاء اللي سبق والتقينا فيهم. ممكن دكتور اول مره التقي فيه، لكن ان شاء الله هو اضافه، وان شاء الله اليوم نستفيد من الحلقه معه. حياك الله ابو خالد. نمسي على ايضا على يسارنا ويمين الشاشه تحديدا دكتور ناصر الفضلي. حياك الله ويانا يا ابو بندر. يا هلا ابو تركي، امسي عليك وعلى الكبات الموجودين وعلى الساده المشاهدين. وانا ببدا شوي بخبر حصري ان شاء الله في مفاوضات لمشاركه منتخب الكويت في كاس اسيا في الامارات. نتمنى يا رب، لان الاتحاد الاسيوي هناك معلومات كبيره على استبعاد احد المنتخبات الاسيويه الكبيره المشاركه، لان هناك في عقوبات مفروضه. نتمنى تنجح هذه المفاوضات اللي قاعد يقودها احد الشخصيات الرياضيه. الكلام اللي قاعد يقوله امر جدي صاير الحين. نعم. يعني باذن الله ان شاء الله تنجح المفاوضات، ان شاء الله يكون منتخب الكويت هو البديل. نتمنى منتخب الكويت يشارك بعض امنيه لان هذه تتحقق، لان احنا انحرمنا من التصويت بسبب الايقاف. نتمنى يعني نعوض هذا في المشاركه ايا كانت، المفروض مشاركه منتخب الكويت، وهذا الهدف وهذا الامل اللي نتمناه يا رب. على قولة الجسمي دي بشره خير يا رب. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الحلقه الامانه. يلا ان شاء الله نتفائل وان شاء الله هي مفاوضات ويا رب. والله الامانه نتمنى الله يكتب له النجاح يا رب ان شاء الله. هذا الكلام نتمنى مشاركتنا. كابتن سمير دشتي، مسا عليك في 18 وحياك الله. مسا عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه يستفيد منها المشاهد باذن الله. باذن الله. كابتن عايد الروضان، مسي عليك يا ابو روضان وحياك الله معنا. مسيكم الله بالخير، مساء امطار بستايل مورينيو معطيني اليوم. بس يبي لك هذا. اوكي. مساء امطار الخير والبركه والبشره والامن والامان على الكويت واهلها وعلى من سكن فيها ان شاء الله. امين. ابو روضان، من تصير امطار ما نشوفك، تختفي. لاني انا صراحه استمتع بـ 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 بالاجواء. ما تستمتع بحلقتنا يعني؟ ان شاء الله ان نستمتع اليوم بالحلقه هذه على 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 نكهه الامطار، امطار الخير ان شاء الله. نحط لك كذي دريشه ورا. رحبنا بضيوفنا، ان شاء الله راح نبتدي محاورنا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. للأمانة أنا كنت بتكلم بنقاط ثانية، لكن خبر مثل ما قال أبو بندر أسعدني وحاب أني أنا أتكلم فيه قبل لا أبتدي أصلاً أخبار سريعة ولا حتى المحاور الخاصة في حلقة اليوم. لكن متشوقين لرؤية الأزرق في بطولة آسيا، متشوقين لرؤية الأزرق. وأبو بندر عطانا بشرة بأن إن شاء الله في إمكانية مشاركة منتخبنا، لكن أبي أناقش فيها ضيوفي بما أن تكلمنا فيها قبل لا نطلع حق الفاصل. أبو خالد، شنو إمكانية مشاركة منتخبنا في شهر واحد إن شاء الله؟ طبعا هي السؤال هذا جاوب عليه أبو دكتور ناصر. أنا ما عندي أي معلومات إن هل بيشارك ما يشارك، لكن إذا بتسألني ودك الكويت يشارك بقولك أكيد. يعني منتخب الكويت يشارك شيء طبيعي. المسألة مو مسألة إن يأخذ بطولة أو نصعد دور 8 و16، لا، هي المسألة مسألة إن لما اللاعبين لأعمارهم الآن، يعني يمكن في لاعبين ولا مره شاركوا بكاس الخليج ولا اسيا، فلما يروحون كاس اسيا يلعبون ضد فرق كبيره، فرق على مستوى عالي. هني يتطور مو بس العامل الفني، عامل الذهني. صح. طور عند اللاعب يحس بقيمته انه قاعد يلعب كاس اسيا. حتى الدوري بتشوف الفتره هذه الفتره ولي العهد وفتره الدوري بتشوف حرب. ليش؟ اللاعب بيعرف ان امام مشاركه حقيقيه، مو والله في فدي يلعب وديات، مشاركه حقيقيه. فانا اقول لك ابو تركي، هي بتكون فائده كبيره على منتخب الكويت. بتقول لي مو مستعدين؟ احنا من الاساس شنو تاريخنا بكاس اسيا الحديث؟
هدف واحد في كاس اسيا اللي طاف، هدف واحد في كاس اسيا اللي قبله، ما قدمنا شيء، فمو عيب اني اروح. اذا المشاركه اشارك واستفيد من المشاركه، استفيد من المشاركه. هذه هنا يبقى ذكاء الاتحاد، ذكاء الجهاز الاداري اللي اثق فيه اخوي العزيز فهد عوض واللي معاه، ايضا هنا يبين اللجنه الفنيه اللي نثق فيهم بعد شلون استفيد من هذه البطوله. طيب. اذا ان شاء الله شاركنا فيها. فلتشاوي، اذا الموضوع تم انت تأيد مشاركه المنتخب؟ طبعا أيد، لان بالنسبه لنا احنا كاس اسيا او الوصول لكاس اسيا حلم مثل المنتخبات تشتغل حق كاس العالم. حلم الوصول لكاس العالم، احنا حلمنا الوصول لكاس اسيا خاصه بالفتره هذه اللي طافت. ولو تصير الامر وفعلا يعني اختيار المنتخب الكويتي، بالعكس هذه فرصه اصلا للمشاركه، هي مجرد مشاركه وليست دخول للمنافسه. نعم. فبدون ضغوطات وبدون اي عامل يعني ضغط نفسي اخر، يعني ماكو شيء. انا ترى الموضوع ما هو مقتصر على ضيف واحد، ها اللي كل يقدر يتحاور في بروضان. ايش رايك اخر واحد راح اخليك؟ لا خذ راحتك. إيه؟ اخر واحد عشان تعطينا الزبده الاخيره ان شاء الله. تفضل. انا اتوقع يعني اذا ان شاء الله تم بالمشاركه منتخبنا في هذه البطوله او تصفيات كاس اسيا، إيه؟ انا اعتقد انها مشاركه سوف تنسف كل ما بني من خلال اللجنه الفنيه والمدرب وخطط الاتحاد. انا امانه ابو رمضان حسيت الخبر ما كان عاجبك. اي صراحه يعني انا، لان اذا انت ماشي على خطه وتجي هذه شغله فجاه فراح تنسف الخطط. انت تقول الحين انا قاعد استعين بلاعبين الخبره على اساس اني مثلا اخلي اللاعبين الصغار يستفيدون منهم، وهذا راح اعتقد ان هذا الشيء طيب ما راح مثل ما تقول يفيدنا مستقبلا. هي مجرد مباريات تجريبيه او وديه رسميه تعتبر. مع ولا ضد؟ خلاص عطني الخلاصه، مع ولا ضد المشاركه؟ أنا انت ما ودك؟ انا مع، لان انا صراحه يعني. بس انت ما ودك؟ لان خطط الاتحاد اللي هم بانينها على اساس انهم يبنون فريق وبيعدلون التصنيف راح كلها هذه. طيب. برضان هي خطتهم فيها حاطين مباريات وديه بالفيفا دي، وين المشكله اذا صارت مشاركه رسميه؟ انا معك، انت مو مطالب في اي نتيجه، فالمشاركه بالعكس احتكاكها لا افيد من المباراه الوديه. مردودها ان النفسي على اللاعبين هذيلا تكون راح تكون قاسيه، ما لان مشاركه ابطال اسيا يعني. طيب كلمة قاسية شفت فيها رياكشن ابو تركي، هذا حلم اللاعبين. إيه؟ الان لو تنادي خلينا نقول بدر مطوع مو كابتن الفريق. إيه؟ وتقول له تبي تشارك بكاس اسيا، الحين يقول لك اتمنى اشارك بكاس اسيا. هي المساله الامنيه مو والله عندنا مجال ناخذ كاس اسيا، هي المشاركه في ظل الظروف، في ظل الايقاف، في ظل البلاوي. صح. اللي صارت على على على, على, على رياضه الكويت تلعب في كاس اسيا. انا اقول لك اذا صار هذا الامر لا والله الاتحاد لا سوي فعلا وقف وقفه كبيره مع الكويت، لاني انا اشك تركي، اشك ان نشارك. اشك طبعا. زين انا اروح حق دكتور ناصر. يا ما احلام تحولت الى كوابيس نايت مير. احنا ما نبي نتفاجئ بالكوابيس، خلنا نحلم على قدنا. سمير تفضل. تركي شوف، انا اعتبر مشاركه الكويت في نهائيات كاس اسيا هي من ضمن الخطه اللي وضعتها اللجنه الفنيه، ليش ما نعتبرها من ضمن الخطه؟ انزين شلون؟ يعني لان المشاركه هي اللي راح تصعد بالتصنيف، خلي النتائج. إيه؟ خلي النتائج، انا افكر وايد بالنتائج، لان مثل ما قال ابو خالد يعني هي المشاركه بحد ذاتها شرف لنا. انزين ليش احنا ما نشارك عشان نبني فريق من البدايه؟ هذه نعتبرها بدايتنا، نبني فريق. ليش قاعد نلعب وديات؟ بالعكس خلينا ندش ونشارك. شنو يعني؟ ممتاز. احنا بعدين ترى مو مطالبين في ان ناخذ البطوله او يمكن نوصل قبل النهائي، خلينا نشارك ما فيها شيء. ممتاز. وبندر قلت لنا خبر حلو ناقشناه في بدايه الحلقه لان نتمنى هذا الشيء، لكن الحين انا اقدر اقول لك انت تعطيني امكانيه مشاركتنا. احنا على اي اساس نتمنى يتاكد هذا الخبر هو اللي موجود اخبار حاليا. نتمنى تتاكد المعلومه هذه والمفاوضات الحين اعتقد على اي اساس يشارك منتخبنا؟ ان في احد المنتخبات راح يستبعد، فبالتالي ما في مجال تقييم التصفيات. منتخب الكويت تم استبعاده بسبب الايقاف. انزين الاقرب منتخب الكويت وشخصية رياضية كويتية قاعد تقود هذه المفاوضات. أيه؟ نتمنى أنها تنجح، يعني هذه احنا نقول فكرة ما هو خبر ولا هي حقيقة. أما بالنسبة للنتائج احنا خلونا نكون واقعيين، ترى منتخب الكويت على مستوى آسيا مو زين. قبل الإيقاف 2015 في استراليا ترى 3 خسائر هدف واحد طلعنا، قبلها 2011 في الدوحة 3 خسائر هدف بدر المطوع طلعنا،
2007 ما تأهلنا أصلاً. نعم. آخر فوز لنا 2004 على الإمارات. شوف 2004 نعم. فزنا. أيه. فبالتالي مش معقول أنا بعد إيقاف ثلاث سنوات أطالبهم في 2019 أتأهل الدور الثاني أو دور الأربعة. نعم. هذه من المستحيلات. نعم. إحنا الهدف المشاركة. منتخب الكويت لازم يتواجد مثل هذه المحافل. هذا أولاً تعطي اللاعبين الثقة. إعادة الأزرق لما يعني القارة الأسيوية شرف لنا إحنا كرياضيين. نعم. ولازم يتواجد منتخب الكويت. لازم ندفع في هذا الجانب. النتائج هذا في علم القيب. إحنا نعم عندنا ظروف ونعاني. أيه. وبالتالي تواجد منتخب الكويت هو الهدف بغض النظر عن النتائج. إن شاء الله نتمنى ذلك الله. للأمانة وهذا موضوع تكلمنا فيه وإن شاء الله يكون خبر صحيح. بس لازم نتأكد إن هي أخبار يعني متواترة. أيوة أنا شو غاية اللحظة. أنا قفلت الموضوع بخصوص إنه إن شاء الله يكون هذا الخبر صحيح. إن شاء. نتمنى هذا الشيء للأمانة. عموما موضوعي أو الأخبار السريعة اللي بناقشها الفلتشاوي وبلش وياك هذا الموضوع. في أخبار الحين أو الكلام يدور حول توقف الدوري. مفروض كان في اجتماع اليوم. للحين الصورة ما هي واضحة لكن أبي رأيك بخصوص توقف الدوري. من وجهة نظري أعتقد التوقف إذا ما كان فيه يعني أمر حتى من المنتخب مثلا شارك في مثلا عندنا الفيفا دي. إيه؟ التوقف راح يأثر من ناحية البدنية من ناحية الفنية راح يأثر على الأندية اللي ماشية في برنامج تدريبي منظم. أنا الفترة اللي طافت كنت مع النادي العربي فترة معايشة لدورة المحترفين دورة البرو. كنت فترة معايشة مع النادي العربي. إيه فترة أسبوعين. فالنادي العربي مع يعني الجهاز الفني مدير الفني الكابتن حسام السيد ومساعدينه والكابتن طارق البناي دكتور طارق البناي مسا عليهم كمعد بدني ماشي في برنامج معين وعلمي 100%. أنا ماشي وشفت يمكن أنا قبلها يمكن غردت تغريدة باستنتاج شخصي لما قلت لك ان الجانب البدني والفني واضح على النادي العربي. نعم. انا شفته بارض الواقع من خلال حضوري التدريبات. حلو. فعلا يشتغلون بجانب علمي بحت 100%. الجانب البدني والجانب التكتيكي كان وايد واضح على على الفريق من خلال المباريات من خلال طيب. تنظيم الفريق الحين حضورهم تاثر يعني الفريق ماشي على منظومه معينه وعلى جانب برنامج تدريبي منظم تاثر بغياب اللاعبين المنتخب الاولمبي. زين. فهذا الشيء راح يأثر على النادي خاصة على النادي العربي والأندية والفرق الثانية مثلا نادي الكويت كم لاعب بالمنتخب راح يأثر عليهم الأولمبي والأول يعني فأعتقد راح يأثر بشكل كبير. أنت توقفت تتكلم عن شهر واحد أنت عدل؟ التوقف للحين لا الحين احتمال تتأجل الجولة الفيفا دي الفيفا دي ايه؟ راح تتأجل راح تأثر الفرق كلها راح تأثر. طيب دكتور أبي أتكلم عن هذا التوقف. إحنا نتكلم عن منظور سلبي ولا منظور إيجابي. أنا أبي منك أن يعني مثل هذه الشغلات تصير بأوروبا وشيء وحيل موضوع التوقف يكون طبيعي. طيب إحنا عندنا يصير الموضوع نادي يشتكي لاعب مو جاهز شلون نقدر ندارك أصلا الآثار السلبية على التوقف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء لازم نعرف أوروبا محترفين لما يتوقف الدوري في عندهم طاقم احترافي في عمليات علمية عندهم. إحنا لابد أن نؤمن أن الرياضة علم في الأول. نعم. علشان نحط نظرية عليها نمشي عليها نعرف اللاعب. هذا اللاعب عبارة عن إنسان جسم. الجسم هذا له مقاييس. أول شيء لازم أقيس مستوى اللاعب. اللاعبيني الحين أعرف شنو مكونات جسمه جسمه الخارجي شنو يتكون نسبة لياقته البدنية. نزيل. يمكن الفترة هذه اللي بيوقف فيها هو كمحترف ما راح يتمرن مثلا على فترتين ما راح يتمرن يمكن عنده 3-4 أيام ما في تمرين يمكن 3-4 أيام يكون مريح فيها في لاعب ثاني يلعب راح تختلف اللياقة البدنية وهذا شيء طبيعي من لاعب للاعب. لكن أنت لما تقارن نفسك بأوروبا هناك في طاقم احترافي اللاعب يتمرن وفي قياسات وفي اختبارات لهم وفي مستواهم ويشاركون بفترة توقف مباريات ودية شغل منظم. إذا احنا مشينا على العملية أن الرياضة علم نقدر نتطور. والله يا دكتور الفتت انتباهي هالجملة اللي أنت قلتها. لو احنا عارفين أن الرياضة علم احنا ما موجود عندنا هالشيء وصلنا مرحلة أن عارفين أن احنا رياضة علم لأن أنت قلت لو كنا عارفين طبيعي ماكو ثقافة تقريبا في الدوري الكويتي ماكو ثقافة رياضية عالية تكلم معاك بكل شفافية وبكل وضوح
ما في طريقة منظمة يمكن أقرب نادي للاحترافية في الوقت الحالي بدون مجاملة نادي الكويت. جزاك خير. يعني حتى في الفترات الراحة أنا أسأل كوني الدكتور ألقاهم إذا عندهم بارتين ثلاث يروحون حق في مركز بحولي ما والله ما أذكر اسمه يسوون ريكفري عادة استشفاء حق لاعبينهم. أول ناس عملوها. زين هم يأخذون يودون لاعبينهم يأخذون أكسجين صافي. ثقافة هذه ثقافة محترفين. فأنت تبي تطبق. أنا أستغرب صراحة يعني إحنا كدولة الكويت تعتبر أكثر دولة بالخليج فيها دكاترة تدريب رياضي. في كل دكتور عنده علم. يعني أنا أعرف دكاترة اشتغلوا منهم يعني مثلا دكتور يحيى المعي طبعا هو هد الجانب الرياضي الحين في القطاع العسكري. كانت رسالة الماجستير شلون تستثمر في الأندية. هل في أحد استعان فيه؟ انت تبي تسوي استثمار رياضي. طيب. تبي تسوي هالامور هذه. طيب. تبي تطور. في عندك دكاتره وايد بنوا رسائلهم الماجستير والدكتوراه على علم استعين فيهم. ممتاز دكتور. انا الامانه عندي محور كامل راح اتكلم فيه في الجزء الثاني من حلقه اليوم والتفاصيل اكثر راح اتكلم فيه، لكن انا اخذت سؤال هذا بنفس الصيغه اللي قاعد نتكلم فيها عن فتره التوقف الخاصه. ابو خالد رايك مع فتره التوقف والحديث اللي قاعد يصير ان في انديه راح تتاثر بهذا الموضوع؟ شوف ابو تركي، شئنا ما بينا قوة الدوري هي اللي تعطيك يعني منتخب قوي، تعطيك حتى اسم قوي، حتى المحترف برا لما تفاوضه يعرف ان عندك دوري قوي بيجيك. يعني احنا بالسابق لما كان دورينا اقوى خلينا نقول كنا نشارك خارجيا، يعني عصام جمعة كان يلعب في الدوري الفرنسي لما كلمناه سيده جاء. في لاعب السنة خلينا نقول بعدها بسنتين ايضا كان يلعب في منتخب تونس رفض. وأعطيكم اسمه هو حمدي حرباوي ومن أفضل هدافين في بلجيكا، فاوضناه وتكلمنا معه رفض. يعني في أمور بالدوري الكويتي بكل أمانة أبو تركي ما هي جاذبة. الآن أنت تبي تقوي الدوري لازم يكون عندك نظام معين. نعم. أنت تلعب الفيفا دي هذا الشيء هذا الشي هذا قصبا علينا، لكن بعد الفيفا دي لابد أنك تلعب الدوري. في أندية يقولك لا إحنا نبي نأجل حتى يعني مثلا نستقطب لاعبين جدد شهر يناير فترة انتقالات شتوية. هذا مو ذنب الأندية اللي قاعد تعمل وتشتغل. صحيح. أنت عليك أنك تعمل، الاتحاد هو اللي يحط الرزنامة والاتحاد عليه أن يحافظ على مسابقاته بالذات المسابقات. إحنا اليوم اجتمعنا أبو تركي وأنا حي رئيس لجنة المسابقات الخالد شمري وأعضاء اللجنة وكان معهم أبو فواز علي الدحاني وفهد المطيري أبو محمد كأعضاء مجلس إدارة، كلهم كانوا متواجدين وأغلب مدراء الأندية متواجدين. يعني بصفة عامة اتفقنا أن الدوري يكمل جولتين أعتقد، بعدها يبدي كاس ولي العهد. نعم. بعدها يوقف. لكن الان ان الجولتين يترحلون ليه بعد كاس اسيا صعب وتركي. نعم. هل انت تتوقع 45 يوم او شهرين فقط كل شهرين العب مباراه؟ هل تتوقع المحترفين بيحترموننا؟ محترف انا انت جايبني مبلغ جايبني بس اتمرن ولا جايبني العب مباراه وديه؟ المباراه الوديه جزء لكن الرسميه هي الاهم. فاحنا اتفقنا بكل امانه واحنا وانا اقول لك رساله لبعض الانديه عليكم انكم تعاونون مع المسابقات. بالنهايه الوضع اللي قاعد يصير كل واحد هم نادي، انا اقول لك هم نادي إيه؟ ولكن في اللي يقدر عليه في مصلحه عامه صح يعني تحتم صح علينا نلعب الجولات. للامانه هذا اللي تكلمت فيه قبل اسبوع بخصوص انه يعني بدون ذكر اسامي كلهم اخوان ويعني مو غريبين على البرنامج، كل من قال انا والله يهمني مصلحه نادي، لكن هناك مصلحه عامه نعم تخص الجميع برضه. نعم. وهو الاستمرار، ما يتحقق المصلحه العامه الا من خلال الاستمراريه. ولا تنسى ان في فرق مثل الكويت وقادسيه والسالميه عندهم مشاركات بابطال اسيا، فهني راح الجدول يكون مزدحم حيل مضغوط، فراح تشتكي الانديه ويشتكون اللاعبين من اذا تلعب كل ثلاث ايام مباراه ولا هذا. انت حطيت سياسه امشي عليها عشان العالم تكون وانت واضح للعالم، ما تغير والله قالك عشان الفلاني وهذا بيجيب محترفين وهذا يبدل محترفين. هذه مو 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 غلط الانديه المجتهده والانديه اللي تسعى لتطوير فريقها وناديها. هذا الانديه انا اعتبرها الانديه الفاشله اللي تدعو الى هالشيء هذا ولخبطت جدول المسابقات وتاجيلات. خلاص احنا نمشي على سيستم معين. ليه ما في انديه فاشله؟ ما في انديه فاشله. شو ما في انديه؟ اقول انديه لم تنجح. لم تنجح يعني فاشله بضرابه. لا احنا نقولها حبيبي هالاعور نقولها اعور. اي خليك الانديه الفاشله. لا يعني
هي التي تنادي بهالامور هذه عقب ما طيب ثبت فشل. بس ان شاء الله يقول انت اللي شعلت فشل محترفيها واختياراتها لم تنجح العشوائي. ما في احد فاشل، في واحد نجح في واحد لم ينجح. الفشل هو شوف كلمة الفشل انتم تنحشون منها. الفشل هو طريق النجاح. الله. بس شلون تستفيد من هالفشل هذا؟ ما تستمر بالفشل، خلك فاشل اللي تقوم القيامة. أعتقد طيب الرزنامة لازم تكون هي واضحة، ترى مو بس موسم وبعدين تتغير، لازم ثلاث مواسم، ثلاث سنين، أربع سنين، عارفين هم اللي لهم اللي عليهم، عارفين في بداية متى، عارفين الدوري متى يبدي، عارفين متى ينتهي. ترى مو بس الفريق الأول، بس حتى المراحل السنية. نعم. إحنا نشتغل في المراحل السنية من فترة طويلة، ترى ما ندري متى يبدي الدوري. ترى هذه تأثر حتى على برنامج الأداد. أنت لا تبي يصير طويل ولا تبي إنه طيب يكون كلام جاء محمد سليم. واليوم بوفيصل خالد شمري بلغنا أن خلال الأيام الجاية قاعد يشتغلون حتى على الموسم القادم. طيب. بدايته ونهايته. سمير أنا بتكلم عنه اللي إحنا قاعد نتكلم. في فرقة تقول لك أنا لما أجي قسم الثاني ألعب ببارتين أو 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 جولتين أو ثلاث جولات من قسم الثاني ما راح أستفيد كذي من الانتقالات. سبع مباريات شلون جولتين بتركي؟ شلون؟ القسم الثاني بيكون في سبع مباريات بعد كأس آسيا. جولتين الحين من القسم الثاني. الحين جولتين. تسعة. ويكون باقي سبع مباريات، يعني باقي 21 نقطة. وكأس الشتوية سبع مباريات. إيه سبع مباريات. مو جولتين. أنا أقصد كلامهم يا أبو خالد بأن أنا كذي ما راح أسجل. وتركي بقول شغلة. شنو ذنب الأندية الكبيرة اللي جهزت ودفعت وسوت وخططت؟ والحين ما شاء الله متصدرين اول اربع فرق، نتكلم عن الفرق الكبيره. اذا انتم فرق الثانيه ليش ما عديتوا؟ غاتسيا مو كبير؟ غاتسيا حاشي الخامس. غاتسيا الخامس حاشي تظروف. وشوف شنو عاد اللي بس نتكلم خمسه باقي الانديه. بندر قاعد يعني ما ادري شلون تحسب. نتكلم خمسه خلهم اربعه سته. هو مو حال يمكن قال اول فرق بس لا بالعكس ولاعبينها مميزين اكيد. فشنو ذنب الانديه هذه؟ الانديه الصغيره ليش او الانديه اللي بالصف الثاني ليش ما تشتغلون من البدايه؟ خلاص جديده خلاص انا ساكت والله وخلي اعلان. لا عشان كذا اقول شنو ذنب النادي المتصدر؟ إيه؟ مثلا الحين العربي عندك السالميه الكويت هذول قاعد يمشون صح، شنو ذنبهم ان التوقف اسبوعين او ثلاثه او شهر؟ فعلا ما قاعد يدفعون. وبعدين مساء انا بعاقب على كلام محمد يقول لي اذا النادي مثلا وقف راح يتاثر. ليش انت ما عندك خطه عمل؟ ما قاعد تشتغل؟ ما عندك مدرب لياقه؟ ما عندك يعني اذا فتره طويله كبيره؟ لا يعني بس لا انا لما تكلمت على العربي. العربي لان طول الجزء الاول ما غير النتائج الاخيره. الاستقرار مهم للنادي العربي لانه ما عنده صف ثاني وما عنده محترفين. كم لاعب مخضر منتخب العراق؟ خلينا نتكلم. عنده خمسه اربعه والاولمبي. الاولمبي لاعبين هذول بالفريق الاول. الاولمبي ما قاعد يلعبون بالفريق الاول. يعني انت الحين الصف الثاني اللي عندي منه لاعبين 20 صح. لاعبين 20 صغار ما راح يقدر يمشي وياك بالدوري ولا يعني ما راح يكون مؤثر. فهم ماشيين على منظومه فهذا راح يتاثر. هذا الفريق الوحيد اللي يمكن يتاثر تاثير كبير اللي هو النادي العربي. العربي ما تاثر بعدم وجود المحترفين. تبي يتاثر العربي قاعد يخطط صح ويمشي لقدام. اسمع راي ابو بندر ايش رايك بنفس اللي قاعد نناقشه؟ انا بروح في الجانب موضوع التوقف انطلاقه العربي اللي قاعد نشوفها بالنتائج. برجع للعربي بس انا اوجه كلامي للجنه المسابقات. انتوا اللي قاعد تديرونه ترى مو دوره رمضانيه ولا لعب سكه. هذا دوري دوله محترمه. المفروض انت من بدايه الموسم حاط الرزنامة وتمشي عليها. خلاص أنا ما أرد على الأندية، لازم ألعب وأطبق الرزنامة مالتي إذا اتحادي قوي. لكن إذا بأخذ كلام فلان وكلام علان وكل يوم ها بتلعبون مبارتين، لا خل مبارتين بعد كأس آسيا يجتمعون، لا خل مبارتين قبل كأس آسيا. هذا مو شغل. هذا قاعد تصير. أنا ما ودي أوصف كلمة تكون قاسي عليهم لكن أقول هذا مو شغل. لازم لجنة مساوات الرزنامة بداية الموسم التزم فيها واستمر عليها. أما بالنسبة للنادي العربي، النادي العربي هو الحين منطلق صح ونوعا ما قاعد يؤدي اداء جيد ونتائج جمهور العربي راضي عليها. اذا غاب النادي العربي او حصل فتره توقف احتمال كبير يتاثر ويرجع بشكل عكس على النادي العربي. الانديه الثانيه مثل الجهره التضامن الانديه اللي تحت احتمال كلهم هذه ايجابيه ينطلقون ثاني مره. فما لها مقياس فتره الايقاف، ما لها مقياس. هني يكون دور الجهاز الإداري والفني إذا كان حاط خطة صحيح. ومستمر عليها صحيح. مثل يعني نادي الكويت ما شاء الله تبارك الله. أنا يعني بالعكس نادي الكويت ما يتأثر، عنده جهاز إداري فني استقرار صف ثاني محترفين على المستوى ما تأثر عليه الأمور هذه. الكويت لا غير محترفين المفروض لا
راح يجيب بقى. افضل راح يجيب ابو خالد إيه؟ انا قلت الحلقه اللي طافت بتجيبون يمكن مدافع ونص متاخر قلت معلومه ما ادري عصج ولا لا من صالح نادي الكويت اللي يبدل المحترفين اللي ما ضربوا إيه؟ الصوره لكن الانديه الثانيه لا نتائج ولا معسكرات ولا يطلعوا لك لاعبين ويقول لك والله اجي للانتقالات الشتويه وكانوا إيه؟ بيتعاقدون مع ميسي ولا كريستيانو زي. انت مزين محترفينك اللي انتقلوا عندك في بدايه الموسم عشان بتبدلهم انت تجيب لك محترف ب 30 و40 الف دولار محترفين اثنين هذا مو محترف في ناس ما يابت بعد في ناس طالبوا خمس محترفين وعندهم اثنين وثلاثه حلو فبالتالي المفروض الاتحاد ما يرد على الانديه ويستمر على يعني نفس الرزنامه ويكمل المشوار سمير كلمني قبل انتقل حق خبر ثاني كلمني عن فتره المعايشه اللي كانت مع نادي خيطان والله شوف تقريبا شلون شفت التجربه هذه والله تجربه بالنسبه لي ناجحه لاني انا صراحه يعني عملت مع الكابتن خالد احمد تقريبا ست مواسم في نادي الكويت طبعا مدرب ما شاء الله غدير مدرب صاحب فكر دخلت معاه تقريبا 10 أيام صراحة نادي خيطان يعني في حضور 20 أكثر 22 لاعب طبعا يعيب أن المحترفين يعني يحتاج عدد محترفين أكثر يحتاج رأس حربة يعني أنا استفدت الأمانة من خالد أحمد استفدت وايد شلون حراسة مرمى بخيطان؟ عندهم خوش حارس احمد بن حميد اعتقد اسمه احمد دوسري احمد دوسري افضل حراس في الكويت اصلا بس اخر مره حاشته اصابه نعم. اعتقد في العضله الخلفيه وان شاء الله يعني خلال الفتره الجايه يعني نادي خيطان التوقف اذا صار فيه توقف راح يستفيد ليش؟ لانه راح يرجع الحارس الاساسي يعني في انديه ممكن في انديه راح تستفيد اي وفي عندي لا راح تضرب بس مو الفتره الكبيره بس حضورهم لا 3 أسابيع غيابه اللي عنده اصابات بالعالم كله الحين ريال مدريد عنده 3 لاعبين مصابين ممكن يكون هذه ترد الفرق اللي عندها اصابات ممكن ان هي تستفيد من فتره التوقف انا طبعا اشكر مجلس اداره نادي خيطان على استقبالهم لي خلال الفتره اللي طافت للامانه انا استفدت منهم وايد صراحه ويعني الله يعطيهم العافيه ما قصروا ما هي غريبه عليهم برضان طيب انا عندي موضوع ثاني برضان بتكلم ايضا من قراءتنا للصحف اليوميه وقسم الرياضي بان في اخبار تقول داليبور راد نادي القادسية ردينا على طير يلي على داليبور ممكن الاستغناء عن مارين إيه؟ وعودة داليبور إلى صفوف نادي القادسية هذه أخبار جرائد مو أخبار جرائد يعني إيه؟ أخبار جريدة يعني داليبور الحمد لله معنيين الأمانة داليبور الحمد لله ربهم إنهم تخلصوا منه وفتك وراح عهد داليبور إيه؟ وجاء مارين وتفاءلنا فيه خير بس انا اقول لك القادسيه اتضح في الاخير هنا مشكله القادسيه مو مدربين مشكله القادسيه اداريه بحته في صراع بين القادسيه مو عاجبهم المدرب مو عاجب المدرب لا هم لما يقولون كذي بيحمون الاداريين المسؤولين عن الفريق واوصلوا القادسيه لما اوصلوا اليه بخلافاتهم عضو يطالب باجتماع لدراسة أحوال الفريق الأول وما وصل إليه وعضو يغرد استعينوا بالجسمة المدرب الفلاني والمدرب الفلاني اللي ضرب الجهاز الإداري والفني في نادي القادسية لخلق مشاكل القادسية مشكلتها إدارية بحتة وهي ابتدأت منذ أن الخطأ الفادح اللي ارتكبوه في, 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 في مباراة النصر وفقدانهم للثلاث نقاط طيب هذا خطا اداري ولم يتحاسب اي من الاداريين طيب أسمع عن هذا الخطا الفادح اللي كلف القادسيه الشيء الكثير بو بندر ايش رايك بموضوع عوده داليبور لا اصلا هذه ما هي مطروحه يعني انا قبل شوي كنت يا نواف المطيري انت تشوف في امكانيه لا 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 مارين مستمر والفريق على ما هو عليه اصلا نادي القادسيه ما جدد الثغر ايوه لا اصلا ما عندهم امكانيه يعطون ان المدرب بند الجزاء عشان يمشي يتعاقدون مع مدرب ثاني القادسيه يعاني اصلا من المبالغ ما عنده عنده مشاكل اداريه مو ما حد قاعد يدفع ويدعم النادي فبالتالي المدرب هم استمروا على داليبر 3 سنوات يمكن تبي هذا يشيلونه خلال قسم واحد لا مستحيل راح يكمل نهايه الموسم شرط جزائي غالي جدا وما عندهم اصلا ما في حد يدعم وبيني وبين يعني ترى مو سبب لا ثانيه الانتخابات شهر واحد يعني الانتخابات شهر واحد صحيح. العالم بيكملون لها 12 واحد وبعدين مجلس اداره عادي حلال في حلال بعدين تجديد الثقه في مارين ترى مو سؤال فنيا الانتخابات شهر واحد راح تاثر على الانتقالات انتقالات شنو اللاعبين الشتويه يعني القادسيه انا اتكلم عن القادسيه يبون لاعبين ما يبون لاعبين يمكن يدش عضو داعم تدري يدشون اعضاء يشتغلون للنادي هو المفروض يجابلون الفرق نادي القادسيه محتاج نفضه في مجلس الاداره لان مجلس الاداره يستمر الحالي
راح ينزل نادي القادسية أكثر وأكثر. نعم. شوف كاس القادسية قبل متربع على كأس التفوق. وين صار له كم موسم نادي الكويت؟ ثمان مواسم متتاليه. اعتقد بعد طيب ثمان مواسم ثانيه ما راح يحصل نادي القادسيه كاس السفر. سمير عندك نفس الزين تركي. انا مع استمرار سيد مريم، سيد مريم من افضل المدربين، يعني انا يمكن يذكر بخالد يعني عملت معه فتره، لكن يحتاج الدعم، يحتاج وقفه من مجلس اداره نادي القادسيه معه، لان يعني بخصوص اللاعب اللي بنادي القادسيه لازم يتعود على الانضباط. نعم. إذا تعود على الانضباط صديقه راح يمشي مع مرين. طيب بما أن أنا ذكرت نادي القادسية بس تذكرت الجولدن تيم الخاص في بعد نهاية الجولة، ما انتهت الجولة بالكامل علشان يكون لحق، لأن في هذا الأسبوع المفروض أنه يختار الجولدن تيم كابتن طارق الخليفي، لكن بعد تأجيل دقائق مباراة القادسية أكيد ما راح نقدر نخلي تشكيلة الأسبوع تكون جاهزة. المفروض أن اليوم أو باكر هذا هو وقت برنامج 18 بعرض تشكيلة الجولدن تيم الخاصة بهذه الجولة ونناقشها مع بعض داخل الاستديو، لكن هم ذكرت وقلت لكم وعيد مرة ثانية للتوضيح، بعد ما تنتهي مباراة القادسية إن شاء الله راح يكون فيها خاصة لتشكيلة الجولدن ون. عموما عندي موضوع ثاني راح أتكلم عن أهمية الاختبارات البدنية، وأيضا راح أتكلم عن الطب الرياضي الخاص في جزء مثل ما ذكرت مع الدكتور إن شاء الله في جزء من مهم من حلقتنا لليوم، وأيضا باب الاتصالات مفتوح للجميع بعد الفاصل. منو راح يكون جولدن وان هذا الموسم؟ جولدن وان الجائزة الكبرى لأفضل لاعب في موسم 2018-2019. راح نكمل محاورنا الخاصه في حلقتنا اليوم، لكن عندنا توضيح خاص مع اخونا علي الديحاني عضو مجلس اداره في الاتحاد الكويتي رئيس اللجنه الفنيه. نمسي عليك وحياك الله معنا. حياك الله بتركي وطب عليك وعلى الاخوه الموجودين والاخوان المشاهدين. يا هلا وسهلا وتشرفنا دائما. اذا كان في توضيح معين حاب تقدمه يا اخوي يطول لي عمرك بتركي. انا بس بالنقطه اللي اثارها اخوي الدكتور ناصر الفضلي، وما شاء الله وبندر يعني أخبار حصرية بخصوص النقطة اللي ممكن تكون في عقوبة على إحدى الفرق في بطولة آسيا ويكون الكويت بديل فيها. نعم، إحدى المنتخبات راح يكون ممكن يكون فيها لها عقوبة ويكون لها الكويت بديل. طيب طبعا للأمان يعني أنا بلغني رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف يعني تقريبا قبل أسبوعين. نعم. عن الأمر هذا، قال لي إحنا كلجنة فنية نكون مستعدين إنه ممكن يكون في عقوبة على فريق. ممتاز. وإن إحنا ندش، وللأمان إحنا من أسبوعين قاعدين نتابع الأمر هذا. طبعا النسبة أكون واضح يعني نسبة ضئيلة إنه يصير الأمر هذا، لكن في حال إنه صار إحنا طبعا هذا محفل آسيوي ونتمنى صراحة إن منتخبنا يرجع ويشارك بالمحفل هذا ويكون بعد فترة الإيقاف هذا، فإحنا متابعين الأمر إن شاء الله، وإن شاء الله إن الله يكتب لنا المشاركة ونشارك. مثل ما قلت لكم النسبة ضئيلة لكن إحنا متابعين، ولا قدر الله إذا ما صار الأمر هذا إحنا مستمرين كمنتخب الكويت في خطة إعدادنا اللي مسويها مع الجهاز الفني بقيادة السيد رامي الجزاء، وبإذن الله مستمرين في مبارياتنا الودية وفي الاستعدادات حق الفترة. طيب يعني هذا الموضوع الموضوع هذا من فترة، ما هو اليوم ولا أمس. والله إحنا عندنا يعني خبر من أسبوعين، أنا بلغني في رئيس الاتحاد أحمد اليوسف بلغني قال لي علي ترى الوضع 1-2-3 ممكن يكون في عقوبة على فريق. إنزين فإحنا يعني يبينا نستعد حق الأمر هذا إذا صار من متابعتنا الأمر هذا، وحتى أبو تركي يعني بلغني حتى اليوم بالأمر هذا ان الامر ضئيل يعني نسبته محدوده يعني ممكن ما يصير. نعم. لكن احنا نتمنى انه يصير الامر هذا. نعم. نتمنى انه يصير كلجنه فنيه وكاتحاد الكويتي لكره القدم ان نشارك في البطوله هذه. قول ان شاء الله ابو فواز. والله ان شاء الله احنا اذا الموضوع تم هل احنا مستعدين؟ والله شوف احنا الفتره اللي طافت يعني لاعبين موجودين في الدوري قاعدين يلعبون، بالاضافه للتجمعات اللي احنا سويناها سواء في مباراه بكل في فدي ومستمرين في فدي، الحين عندنا مباراه ويا البحرين وعندنا مباراة في سوريا، ما راح يكون الإعداد أبو تركي المطلوب يعني أنت عارف يعني راح يكون الأمر فترة محدودة، لكن فرصة أن نشارك يعني فرصة أن نشارك، نملك لاعبين نملك خامات طيبة، فرصة أن نشارك في البطولة هذه. نعم. إذا كان شكرا يا أبو فواز. اللي حابي ممكن أبو بندر معاك يا أبو فواز. أبو فواز مساك الله بالخير. هلا أبو بندر، هلا طال عمرك. أول شيء بارك الله في جهودكم. وإذا صارت إن شاء الله وشارك منتخب الكويت وهو في شرف لآسيا يتواجد هذا المنتخب العريق في هذه الدورة،
ونتمنى ما يكون عليكم ضغط من خلال ان نطالبكم باعداد كبير او نتائج كبيره. لا، ما هو مطلوب منكم هذا الامر، المطلوب منكم تتواجدون ايا كانت النتائج، لان الظروف اللي قاعد نعاني منها لو بيشارك منتخب البرازيل في هذه الظروف ما راح يحقق النتائج. فبالتالي نتمنى ان الجهود هذه تنجح ويشارك منتخب الكويت، واحنا ان شاء الله كلنا داعمين لكم. وهذا المنتخب احنا نعم نختلف في كل القضايا، لكن نتفق على حب هذا المنتخب. بالتوفيق يا ابو فواز. اجمعين يا بندر، والله يطول عمرك واشكرك انك اخترت الموضوع هذا بالتوقيت هذا. انت ما تعطينا شيء، كل اللي قاعد عندك ما تعطينا شيء ابو فواز، ما يصير. الله يطول عمرك والله بندر. شوف احنا ليش تحفظنا ان النسبه اللي وصلت النسبه ضئيله؟ نعم نعم يعني صح، اي نسبه ضئيله، فتحفظنا في الامر هذا. حتى لما كلمني ابو تركي وضح لي، قال لي ترى يا ابو فواز النسبه ضئيله جدا، لكن ما يمنع ان نتابع الامر. صحيح، نكون على تم الاستعداد ان نشارك في البطوله. الله يوفقكم ان شاء الله اذا تم الامر هذا. برضوان معاك يا ابو فواز. قبل اسكر الاتصال تفضل. والله مليون نعم برضوان. هلا بك هلا بك ابو فواز، تسلم. الوعد عند الضحاوي. انا اقول اذا 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 فعلا ثبت الخبر هذا، وان شاء الله انا متاكد ابو تركي لاحط ايده بشيء راح ينجح، مفعول السحر عنده. لا وان شاء الله اذا تم هذا الشيء وتاكد راح تغير خطه شو اسمه الاعداد، وراح اعتقد ان المنتخب راح يعسكر معسكر طويل ويختارون 30 لاعب نقوة، وان شاء الله يدشون الازرق في هذه البطوله. لان صراحه انا اذا شديت تغير خطه طيب الاعداد. انا بس عشان انا كان عندي سؤال ويا ابو فواز، بس انت ما عندك اي سؤال عشان اختم معي الرجل. بس ابو فواز يعطيك العافيه. هذا كله سؤال؟ اي لا هذا طبعا محور تعبير هذا. ابو فواز حياك الله معانا اخونا، يبقى موعدنا بعد شوي. شكرا لك على المداخله. شكرا يا ابو فواز. عند ضحاوي شكرا. سبقنا ابو فواز جايين. اي كذي ارجع اقول لك يا ابو رضوان. رضوان ما يي توفيق الا من رب العالمين طبعا، بعد الله سبحانه وتعالى. لكن في اسباب. لا لا بعد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. بس ابو تركي على رجال نيته طيبه، واللي ليته طيبة الله سبحانه وتعالى يوفقه ويفتح له دروب، مثل ما الحمد لله الحين ماشي الأمور طيبة. الاستعداد هذا راح يتغير، وتغير خطة إعداد المنتخب بالكامل. ياخذ له 30 لاعب نقوة، ولا تقول لي تصنيف، ولا تقول لي طيب. رضوان تغير كلامك بس. طيب. لا تقول ما لا لان هني لاني تاكد انا ما ك... المصدر ما كان مو ثقه. لا مو لا لا, لا, لا. قال لك المصدر كذي قال اخبار. اي اخبار نعم ما كان. بس هو مشكور الحين عضو مجلس اداره ويسند ما زال قال موضوع ما في شيء. نعم لا 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 ما تغير شيء. التركي والتركي اول شيء هذا الدليل ان خبرنا حصر صحيح، يعني مصداقية. لما قالك خبر حصري، لما أكد عظمة إدارة أن رئيس اتحاد أملقة نعم. ما خبر صحيح. شي يصير عاد أنت تشتري تعمل وتحاول صح. صارت خير وبركة ما صح. صارت أنت من الأساس يعني موجود ولا مسهل طبيعي. من الأساس طبيعي أنه ما راح يشارك طبيعي. لكن إذا شاركنا ترى من الأساس إعدادنا زين، وإحنا أشدنا بالإعداد مع المنتخب. تلعب مع أستراليا ولبنان، منتخب العراق، تلعب مع البحرين، تلعب مع سوريا. أنا أعتقد فرق على مستوى عالي. ما أقول لك اليابان، ما أقول لك إيران، بس هذه الفرق هم فرق مميزة. طيب. يعني لما تلعب كأس آسيا أعتقد إعدادنا زين، إعدادنا جيد يعني من الأساس. أنا بس يا جماعة أنا أكتفي بهذا الموضوع. أنا عندي تقرير والله. بختم في الموضوع. السريع. كان ودي إنه ما يذكر الدكتور، لأن تعشيم الشعب الكويتي بهذا الأمر أعتقد إن الحين الناس كلها راح تفكر أوه راح نشارك. ما كان ودي خلي الناس بس العطله بس والله خلي يهتمون في المنتخب. والله المنتخب ترى والله قاعد يلعب مباريات ما حد صوبه، حرام. اعلاميا انا انتقد الاتحاد من هذا الجانب، مو معطي المنتخب حقه. المنتخب بعد 3 سنوات ترى احنا متعطشين. بالعكس انا للامانه شوف انا لوهله اولى لما قال الخبر صحته ضئيله، انا قلت المفروض انه ما لا ينقال عشان لا يسوي هالضجه الاعلاميه على الفاضي. لكن بالعكس نحتاج اخبار يعني خلينا بالعكس تعطينا امل والله للامانه. ابو تركي انا سانس على الخبر. ليش؟ لاني انا تعايشت مع المنتخب الاول ايه؟ وشفت فرحه اللاعبين. صار ما صار اللي الله كاتبه بس علشان احنا دائما هذه نقطه. عموما يا ابو تركي معسكر طويل الامد. نعم. ايش كثر يعني ايش كثر تبي معسكر؟ ها؟ ايش كثر تبي معسكر وماكو؟ ليه موعد البطوله؟ طيب انا علشان الوقت لا ياخذنا الوقت لا ياخذنا خصوصا الوقت الجديد الحين انا مو متعود على بالي بختم فيها. راح اتكلم يا جماعه عن موضوع الاختبارات الخاصه بدنيا وايضا الطب الرياضي بوجود دكتور ناصر ان شاء الله راح يوافينا اكثر وايضا ضيوفنا داخل الاستديو. لكن خلينا نشوف هذا التقرير وبعدها نتحاور مع بعض.
معكم أخوكم خالد جار الله لاعب رياضة كروسفيت حاليا متواجد في أكاديمية مويرجي للاختبارات البدنية وتونا خاصين اختبار اللياقة البدنية اختبار لك أسد واختبار نسبة الأكسجين وكانت تجربة جدا جميلة والشباب ما قصروا وكانت تجربة يعني أنا أتمناها من زمان وجت لي عندي الحمد لله وخذوا قياساتي وكل الشغلات اللي أحتاجها وإن شاء الله بعد فترة راح يصير في قياسات ثانية ومقارنة وهالشغلة هذه تعمل على تطور البدني والفيزيائي حق جسم الإنسان وشاكرين الدكاترة القائمين على هذا المختبر وما قصروا. دكتور ناصر، البداية بعد ما شفنا هذا التقرير نبي نعرف شنو مستوى الطب الرياضي عندنا في الكويت أو الاختبارات الرياضية للاعبين عندنا بالكويت. أنا راح أتكلم لك على الجانب الاختبارات الرياضية طبعاً ما شفت مختبر فسيولوجي رياضي قياسات متواجد بشكل صوري كان يعني موجود في الساحة في الأصح كان موجود في وزارة التربية أجهزة وقاموا قسم وبعدين تم إلقائه والحين الأستاذ قدم له تحية أستاذ وليد عايش يحاول أنه يرجع القسم هذا وطبعا أنا من المؤيدين للشيء هذا لأن في عندك أطفال ممكن تكتشف في بعض التشوهات الخلقية عندهم ممكن سقوط الكتف ممكن عن طريق يعني الدكاترة متخصصين في الإصابات الرياضية وعن طريق حتى في التشوهات القوامية تحصل دكاترة موجودين قلت لك أنا قبل إحنا أعلى نسبة بالخليج فيها دكاترة تربية بدنية بالنسبة الفكرة طبعا فكرة مسعي دكتور محمد البقشي هو مدير الأكاديمية أن إحنا أنشأنا أكاديمية استشارات رياضية أي شيء دائما تبي تطوره شلون تطوره لازم تقيسه يعني أقيس مستواك شنو مستواك علشان أحط لك خطة أطور من مستواه الأجهزة هذه طبعا لو تلاحظ الدوري الإيطالي اللاعبين عندهم دائما أعمار عالية يوصل لاعب 39-40 سنة طيب يعتمدون على الأجهزة اللياقة البدنية دائما في شغل شنو الرابط دكتور بين الطب الرياضي ونجاح مسيرة اللاعب نفسه أو يعطيه عمر أكثر يعني احنا خلنا نبتدي في القياسات القياسات هذه شنو تفيدني فيه يعني انا عندي انا الحين مثلا انتجت مختبر رياضي شنو يفيدني فيه مثلا الكابتن جاب لي لاعبينه بدايه الموسم طبعا تختلف لياقه من شخص لاخر يختلف عنده لاكتيك اسيد اللي هو مسؤول عن التعب والجهد والخمول عند اللاعب يختلف لانه يكون فتره موقف اللاعب انا الحين عندنا الجهاز اللي يقيس لنا الفيو 2 ماكس يقيس لنا مستوى اللياقه البدنيه عن طريق قازات الاكسجين اللي داشه للرئه واللي خارجه منها نوصل اللاعب بالحمل التدريجي يعني نبتدي معه من الحمل الخفيف إلى المتوسط إلى القبل الأقصى لين نوصله إلى أنه يعتمد على الأكسجين اللي داخل الدم العتبة الهوائية من خلالها يتم القياس الجهاز يقيس لنا مستوى لياقته البدنية طبعا يوني اللاعبين في بداية الموسم كل واحد يختلف عن الثاني ما يصير أعطيهم برنامج تدريبي اللاعب مثلا لياقته جيد واحد ممتاز واحد مستمر بالفترة واصل محترفين يعني عندنا لاعب قبل شوي تناقش عليه لاعب نادي الكويت اسمه علي حسين بالصيف يطلع معسكر مع فرق قطرية يروح هو قاط على نفسه يروح هولندا معسكر معاهم هذا لياقته محترفين ما أقدر أنزل مستوى لياقته بتوقف أو شيء والولد ممتاز. علي هذا محافظ على نفسه ما شاء الله من كان ترى تحت يمكن 14 سنة معي عندي بنادي الكويت محافظ على نفس الولد يعني من أفضل ما يكون يعني نعم الولد محترف بفايد بسألك سؤال بما أنك يعني قريب من اللاعبين الأمانة وحتى الدكتور اللي قاعد يقول عن موضوع الطب الرياضي في تفاصيل كثيرة قاعد يذكرها وحاليا أنت في دورة البرو كلمني عن هذا الشيء بتفاصيله الطب الرياضي هذا تفاصيلها هل هاي الممارسات موجودة عندنا والله شوف احنا ك يعني بروفيشنال لا مو عندنا احنا دائما يعني اذا انا مثلا واحد من الناس اعاني اذا طلبت مثلا حراس مرمى لازم اني اكشف سواء بالنادي او بالمنتخب عندنا في المنتخب الكويتي يمكن عبد المجيد البناي هو اللي يفحص عن اصابه اللاعب وليس يعني ما اعتقد انه يفحص عن جهوزيه اللاعب
شنو اللي ينقصه؟ هل إن مثلا لياقة بدنية نازلة؟ هل إن في أمور ثانية يعني تفصيلية؟ لا ما عندنا الأمانة. أما إن كإصابات ملاعب طبعا تفرق، إصابات ملاعب عن القياسات تفرق. حتى احنا بدورة البرو يمكن محمد معانا يعني اعطونا جزء بسيط منها. طيب. يعني هذا شيء يعني القياسات مهمة. نعم. يعني اذا تبي تكتشف او تشوف لك لاعب لازم القياسات هذه مهمة جدا. برضان متى احنا يعني ممكن ان نوصل هالخطوة او احنا ناخذ هذه الخطوة؟ هذه يبيلك دهر انت هالحين شلون ليش يعني ليش ما نقدر شنو كل شيء عندنا جايك انا جايك انا الابسط ابسط الاشياء محبط كله محبط مو محبط واقعي يمكن الريال متشائم لا متشائم بالعكس الحين انت دخلت النادي سويت ملف طبي لا مو ملف طبي انت سويت الاختبارات البدنيه ما خلت كلام الاختبارات البدنيه موجوده برضه انا سالتك سؤال لا طريقه الاداء سويت كشف طبي طريقه الاداء للاختبار اختلفت قبل في السابق كان كوبر يركضون الميدان يركضون هذا الشيء محمد وشيء ثاني الاختبارات البدنيه تطور انا سالتك سؤال على اساس اني ادلل على ان يبي لنا دهر ليه ما نوصل الامور هذه ما في لا صعبه أبسط شيء إن كل لاعب يدخل النادي ينتسب للنادي يكون له ملف طبي كامل طوله ودمه ووزنه وكل الأمور هذه اللي تعلق فيه ويمشي هذا الملف هذا شيء مو موجود عندنا؟ لا اجتهادات شخصية موجودة صح اجتهادات شخصية بس مو قرار كلامك صح هذا هذا أهم شيء لازم قرار يكون لازم يلزم عليه وهذا في لاعبين يتعرضون مرات إلى 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 حالات مميتة في الملعب نقص أكسجين يكون عنده فقر دم لا سمح الله صح. أو لا يكون عنده مثلا نقص أكسجين بالدم نقص أكسجين بالدم شلون نسبة المجرمين هذا عنده شلون نسبة أكسجين يعني لا الأكسجين الطبيعي عند الإنسان من 95 ل 100 إذا نزل تحت 95 في مشكلة ويمارس رياضة ممكن طبعا إذا وصل 8 ممكن يموت عليك بأي لحظة سنة من السنين اكتشفوا احنا الحين احنا اختلفنا ان نقول مو عندنا لا انا اقول لكم ابشركم احنا فتحنا مختبر في جميع القياسات اللي انتم تبونها وانا اقدم لك دعوة اختار لك 10-15 لاعب اجهزهم لك بالمجان لك والاخوان قدمها حق عادل عقل لانه مدير خلي الثقافه تنتشر انا عندي الجهاز الحين اقلب دكاتره التغذيه او اخصائي غذائي يقيس لك السعرات الحراريه عن طريق الامبدي ياخذ لك والامبدي غير دقيق احنا جايبين جهاز من ايطاليا دقيق 100% ويحدد لك عمليه حرق الدهون هل هي سريعه هل هي بطيئه انا عندي لاعب زاد مثلا الشهر هذا عندي منافسه بهالشهرات زاد 3 كيلو بنزله بسرعه شلون اعرف عمليه حرق الدهون عمليه الايض عنده سريعه ولا بطيئه طيب. وشنو الاكل اللي يسرعها زين ابي لاعب ضعيفه بخليه يمتن مهما كلا جسمه ما يمتن تكون عنده عمليه الايض سريعه لازم ابطئها شلون اخليها بطيئه عشان يزيد وزنه الاجهزه هذه تدليني واول اصح تشخيص حاله اللاعب وتطويره عندك لاعب مثل يمكن الحين اذا تحضروني انتم ك خبرة في كرة القدم إيه؟ تذكرون مرة ريال مدريد بارة فريق ألماني أعتقد دورتموند قبل 2 أو 3 سنين والفريق سوى تكتم إعلامي وباروا ريال مدريد وفازوا عليه بعدين طلعوا تدريبهم أن الكرة تطلع مرة مني مرة مني يستقبلها بار جانب الذهن هذا نسبة تكنولوجيا التعليم لا لا هذا يخليك أنت في عادة اللاعب يكون مشتت من كثر مباريات وهذا يكون مشتت هذا التركيز الذهني لاحظ في بعض الألعاب حق الأطفال وهذه تساعد تنوم الذاكرة بسرعة وتتركز على أن تطور التركيز عند الشخص تحصل الألعاب اللي حق مثل ياهل يمسك مطرقة يطق مرة تطلع على مني مرة تطلع على مني نفس الشيء شبولة ليت بالأرض نفس الشيء هذا كله تطوير في العلم هذه أجهزة نفسية وأضف إلى ذلك دكتور بعد اذنك تفضل في الحين لما تسوي اختبارات حق بدايه الموسم تسوي اختبارات حق اللاعبين لقياس اللياقه البدنيه طبعا تكون متفاوته في لاعبين يكون عندهم لياقه معدل مرتفع وفي منخفض فبناء على هالشيء هذا انا ادي تمارين لمجموعه من اللاعبين واللاعبين الثانيين انا شغله واحده اللي صراحه ما لقيت لها حل دكتور في 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 لاعبين يكتسب اللياقه البدنيه ببطء على مراحل وبعدين يفقدها ببطء وفي لاعبين لا يكتسبها بسرعه ويفقدها بسرعه هذه اللي ماني لاقي لها هذه تتعلق بالكريات الدم البيضاء والحمراء ونسبه الهيموجلوبين في الدم في حمض عندنا اسمه حمض اللاكتيك اسيد هو مسؤول عن الخمول وعن التعب لدى الانسان نعم هذا نسبته من 1 ل 3 مفيد حق جسم الانسان الرياضي حدا اقصى يوصل 8
إذا طاف الثمانية يسمونه فضلات الجسم، تصير نفس المادة اللزجة فوق العضلة اللي تسوي هذا الشد وما شد ولا تسوي شد، تسوي تعب خمول ما يقدر اللاعب يؤدي، بعد مجهود يصعب في تأدية تطور في تطوير مستوى لياقته البدنية. شلون أنزلها؟ وخالد شيك تضحك على أسئلة مروضان عايد دكتور يتكلم وين عادي والله شوف بتركي يتكلم صراحة والله بتركي الأشياء اللي يقول عنها الدكتور والله نفتخرها. صح. يعني أنا أقول لك إحنا في النادي عندنا مدرب لياقة على مستوى عالي وعندنا دكتور على مستوى عالي، ولكن في أشياء أنا أقول لك أعترف أتمنى أن إحنا في نادي الكويت حتى نستفيد منها. إحنا فعلًا قاعد أقول عنه دكتور هذا يصير لك القياسات بالذات القياسات مهمة. أنت تدري شنو قيس للاعب يقول لي هذا اللاعب يمكن بعد أسبوع 10 أيام راح يزيد، ترى هذا اللاعب يمكن ما يزيد، هذه الأشياء نفتقدها بالذات بالإعداد. أنت ما تشوف بالإعداد مباريات ودية بعدها لما تلعب مباريات رسمية تشوف لاعبين لياقة على مستوى عالي، ليش؟ لأن بنشاطهم، لكن بعدها تدريجيا ينزل يكون الحمل عليه قوي. هذه الأشياء اللي نحتاجها. بالعكس تغارون من مروضان والله. شوف بتركي تبي أقول لك سؤال أنا أعتبرها قيرة لأن مروضان صراحة أسئلته يعني فوق. لا هذه 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 طال عمرك ما يجي داعي فعلا. انا لما كنت قبل العب انا اكسب اللياقه ببطء وافقدها ببطء. انت ما علقت شلون لا جديد انا وصلت اعطيك وقت لا لان صراحه يعني لان فريق فريق ناجح يعني ما تقدر تنتقده بس هل الشغلات هذه البسيطه لازم يفهمها اللاعبين والمدربين المدربين اللي يعرف ان هذا اللياقه هذا يكسب اللياقه ببطء ويفقدها ببطء فيفرق طيب. بين التمارين مو كلها مع بعض الفيلتشاوي وراد حق الدكتور ثاني يعقب تفضل مدرب الاوكراني لوبانافسكي يوم مسك المنتخب سوى فحص اسنان نعم صحيح طلب فحص اسنان حق كل اللاعبين قال في لاعب من اللاعبين ما راح اذكر اسمه قال هذا اللاعب اكثر لاعب راح يتعرض لاصابه اصابات العضليه لان الاسنان مرتبطه في العضلات خلينا نسمع كلام الدكتور بخصوص الحين الاجهزه يمكن قبل كانوا خصوصا اصابات الشد العضلي صح كثيرة عندنا هذا يكون مجهود زاد بس أنا أكلمك على الأجهزة قبل مثل يقولك أسنان الحين عندك جهاز مرر على الجسم يطلع لك العضلات الضعيفة يطلع لك وين فيه وخاصة اللي يعانون في آلام الظهر أسفل الظهر وهل هذه العضلة فيها شد أو العضلة ضعيفة في جهاز يقويها لك الكهرباء ممكن موجود عندكم بالأندية لا صحيح موجود نعم الكهرباء ممكن يقوي لك العضلة يعمل لها تمرين بدون أنك ما تمرن عليها بس مجرد ما توصل الأسلاك الكهربائية تقوي لك العضلة نعم. احنا خلونا نتكلم في الاساس اذا نبي نطور رياضه نطور النشا العلم دائما متطور لان انا قاعد اقول لكم وايد عشرة دكاتره مالها في التدريب الرياضي واخذ افكار الحين انت تدري اللاعب عمره 10 سنين ممكن تاخذ منه عينه الدم تشوف جيناته الوراثيه تقدر تعرف بعد من 10 سنين عمره 18 19 سنه كم راح يصير طوله كم راح يصير عرضه توجهه على الرياضه من صغره تعرف ان هذا لاعب قوه ولا لاعب تحمل توجه حق لو يعني لاعب مسافات قصيره طيب. او مسافات طويله هني انت لما تحط العلم والنشأ هذا توجهه من صغره وتحط له مدربين خاصين نعم. يتطور مع الدكتور راد لك بس عندي متصلين بس ناطرين على الخط خلنا نسمع منهم او نشوف اسئلتهم نبتدي مع اخونا عبد العزيز البراك حياك الله يا اخوي عبد العزيز السلام عليكم سلام عليكم السلام صباح عليكم مثل حياك الله انا بس عشان استغل الوقت انا لي دقيقه ها تفضل لا نزيد موش زين لا دقيقة والله ماشي أنا كلامي معك أنت مباشرة كونك أنت مقدم البرنامج تفضل سيد العزيز الحين أنت يعني أنا صار لي تقريبا أكثر من سنتين نعم وأنا أتابع البرنامج نعم وأنا مستمتع حقيقة في تحليل الإخوان الضيوف أيا كان يعني الضيف اللي موجود لكن أن تكون هناك سلطة على نادي القادسية بالنسبة لجهاز إداري يتكلم عنهم الكابتن الأخ المحترم عايد الرضوان ولا يشرح من هو هذا الإداري أو هذول الإداريين اللي مسببين مشكلة مع فريق نادي القادسية أنا أشرح عليك أنت ليش لأن ما في أحد يرد على نادي القادسية وعلى كلامه هو وأنت ساكت المفروض أنك أنت يعني تكون يعني ما أخذ دور الرد على النادي أي كان النادي القادسية أو غير القادسية أنا أحترم جميع الأندية لكن أتحدى أن عايد الرضوان يكون هناك هبوط لمستوى نادي الكويت تكلم عن نادي الكويت مع احترامي لان وجود عادل عقله في هذا الجهاز احنا نتمنى ان امثال عادل عقله يكون موجودين على كل الاجهزه في كل الانديه لانه ما راح يسمح له ولا لغيره يتكلم عن نادي القادسيه
نعم اخوي عبد العزيز تابع البرنامج لحظة متابع لحظة اخوي انا متابع البرنامج اسمح لي انا متابع البرنامج وانا رجل عضو في جمعية عمومية في نادي الغاشية والنعم لكن انا اقول لك صراحة انا اشرح على ابو بندر بندر رجل غساوي وانا عارفه شكرا بندر كان مفترض انه يرد يا اخي انت كمل لي قول لي منو هذا الشخص الاداري اللي مسبب في مشكلة الفريق عشان احنا نحاسبه عدو ولا اخوي ابو بندر موافقني ترى على الراي نفس كلامي طيب اخوي عبد العزيز ما دام المذيع موجود ابو تركي هو اللي حق الراي كمل عبد العزيز وبعدين بالعكس ماشي ما اعطوني يا جماعه انتم قاعدين ببرنامجكم تفضل تفضل ابشر ابشر الحين انا بعدين انا اقول لك انت شوف ممكن تعطيني 20 ثانيه واسمح تفضل انا اول مره اشارك بس اعطني 20 ثانيه استاهل استاهل اخذ السقطه الثانيه الحين على الاتحاد الاخ يقول ان الاتحاد الاخ من اول شيء الاخ من انت الاخ من انا منو ما علي عبد العزيز اخو عزيز ما ابو رمضان خله ابو رمضان خله يتكلم الاخ منو ما ادري انا ما ادري ناصر الاخ العزيز يمكن منو البرنامج قول يا عبد العزيز قول يا عبد العزيز وضح الاخ العزيز عايد الروضان تفضل يا عبد العزيز قول بالنسبه الحين للاتحاد يقول الاتحاد الكويتي لكره القدم برئاسه الشيخ احمد يوسف انا اقول كاس الخليج اللي طاف خير دليل على رد على يعني انت ما جانبك الصواب في موضوع الاتحاد وشكرا شكرا اخوي عبد العزيز شكرا لك اخوي عبد العزيز ان شاء الله ارد عليك لان انت وجهت لي سؤال طيب احمد البلوشي حياك الله يعطيكم العافيه الله يعافيك ويسلمك انا عندي اليوم موضوع وايد ممتع بالنسبه لي تفضل شوف عندنا هني الاختبارات اللياقه البدنيه والطبيه بالكويت وايد ضعيفه خاصه قاعد يطلع حالات مثلا عندك مراحل سنيه تطلع حالات صدفه بعدين في تكسر بالدم في امراض معينه ما تكتشف الا بعدين عندك في إيطاليا اللاعب قبل لا يسجل يسوون اختبار طبي كامل لياقي عضلي كامل في أجهزة معينة أنت نادي إنتر ميلان بالذات يدخلون الجهاز يكون الدكتور نفسه مال اللياقة البدنية هو اللي يقرر يقول حق المدرب هذا اللاعب ينفع ما لا حتى أقول شغلة حتى العضلة الإيد إذا كانت يمين أو يسار يقول نثبت قوتها يمين شلون نثبت قوتها كان ضعيفة ولا إحنا عندنا هني لا ما نكتشف الحالات الا متاخره ويعطيكم العافيه شكرا يا اخوي شكرا احمد شكرا ابراهيم المناصير حياك الله قصر على التلفزيون يا اخوي ابراهيم حياك الو السلام عليكم حياك الله اخوي الله بالخير والتفكير بالنور يا هلا وسهلا امسي عليك على الحضور الكرام والمشاهدين الكرام حياك الله انا ايد كلام اخوي عايد الرضان ان في مشكله اداريه في نادي القادسيه 100% نعم الله يجزاك خير لا ما واضحه ما فيها يعني روح تعال نعم ودي احاكي اخوي ابو خالد عدل عقله حياك الله اخوي ابراهيم حياك ابو خالد تفضل انتوا النادي العريق هذا وهالانجازات وهالمستويات الحمد لله في عندكم لاعب بنتوا قادرين تحكمونه يا اخي قاعد يسوي مشاكل بين الجماهير انتوا ما تقولوا له قبل المباراه أو ما تعاقبونه بعد المباراة إذا سوه وسواها أكثر من مرة يا أبو خالد والله العظيم من اللاعب يا إبراهيم سولفنا عنها وايد من اللاعب أنا عارف من يقصد أخوي إبراهيم خليك أنا عارف تفضل تفضل أخوي إبراهيم تفضل بس عشان يعني الناس يا أبو خالد جمعة. أنا أبي المشاهد جمعة قصده جمعة سنة. أوكي جمعة تفضل فهمها عادل جمعة ليستك بتركي ليستك بعدي من الكلام لا انا يا جماعه عشان اوضح حق المشاهد الحين هذا لما اتدخل صح تقولوا لي انت لما اتدخل انا بس بوضح للمشاهد لان غصب ابو تركي صح انا فهمته بس غصب ابو تركي ان المشاهد مو حق احد يا ابراهيم ولو قاطعتك معاك الهوى وتقدر تسال وقت زيد وقت يستاهل ابراهيم يستاهل زيد لا ابو تركي انت اعلامي مميز شكرا لازم خلينا اكمل كلامي حاضر لا يا بيلها دقيقة بس أنا أقول لك يا إبراهيم علشان يزيدني تميز لازم تكون من طوال تفضل فأنا أناشد أخوي بخالد عادل عقلة المدير مساعد الكرة بنادي الكويت العريق هذا الله يزيدهم إنجازات الله يطولنا برا هذول الأباتر شكور نعم. أخوي إبراهيم مشكور وثق بالله شكرا يا أخوي إبراهيم أن النقطة اللي قلتها مو يعني مو قايبة عن عادل أو عن مجلس الإدارة وثق نعم. بالله سبحانه وتعالى أن الأمر ما راح يتكرر إن شاء الله بدر
الخبير التحكيمي اخونا بدر النزال، حياك الله، تفضل يا اخوي بدر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخوي بدر. على البرنامج ناجح. الله يعافيك، مشكور يا اخوي. واصبح على الدكتور ناصر الشخصي واستاذ عادل اقرا اخوي الكبير. حبيبي بدر حبيبي. اخوي الكبير حبيبي قلبي وحبيب. اول شيء يعطيكم العافيه على البرنامج. نسيت زميلك عايد. عايد عايد يا بدر نسيت. انا اسف انا شفت وانا ايضا اسف ما شاء الله. يا بعد لا خلا ولا عدم منك يا عايد. تفضل اخوي. اول شيء حبيبي، اول شيء انا فكره عندي واعرضها على الدكتور ناصر، اللي هو اكاديميه او مؤسسه رياضيه تختص فيها اللياقه البدنيه. يعني كل نادي يدز بالأكاديمية مدربين لياقة بدنية، يأخذون محاضرات، يأخذون فكرة، ويزيدون ويزودون اللاعبين بالدوري الكويتي، هم يرفع الدوري الكويتي، وهم إحنا بعد كحكام نرفع اللياقة البدنية. نعم، يا بعد عمري وشاكر لكم. شكرا. شكرا يا أخوي بدر، يعطيك العافية أخوي بدر. شكرا للجميع على المشاركة، يعطيكم العافية. أخوي عبد العزيز البرك أول متصلين، بس ابي اوضح شغله يا اخوي. اول شيء شكرا على اللي قلته، خلال سنتين احنا نتابع البرنامج، ما ادري اذا انا اعتبرها بحسنيه انك انت قاعد تمدح البرنامج، فشكرا لك اولا. ثانيا اذا كنت انا ابي ارد، انا ياما تكلمت في البرنامج وقلت ان اذا تطرق لي اي نادي بعدم وجود ضيف انا ودي اتكلم اكثر، لكن تفاصيل انا ما ابي ادش بتفاصيل معينه مع اي ضيف. انا ناقشت ضيف فانا صرت أناقشه في محور، إذا هو ما يبي يذكر اسم أنا ما أقدر أقوله لازم تذكر اسم، لأن في بعض الأحيان قد تكون هذه شغلة أتعرض فيها لمساءلة قانونية بذكر الأسامي، فأنا يعني ممكن أخلي ضيف ياخذ راحته، إذا كان هناك ضيف آخر يبي يعرضه يقدر يعرضه، أنا اللي علي أني أنا أوزع المحاور، صح أكون جزء من طرف مو موجود جزء، بس ما أقدر أكون طرف آخر لأن أنا مقدم البرنامج. في احد بيعلق على المتصلين؟ اي مدام معي. انا صراحه بالنسبه للاخ العزيز الفاضل عبد العزيز البراك، انا اكتفي بالرد باختصار. الاخ ابراهيم الانصاري مناصير. ابراهيم المناصير الاخ الفاضل ابراهيم المناصير، وهم اثنينهم اعضاء جمعيه عموميه في نادي القادسيه، بما تفضل فيه الاخ ابراهيم المناصير على الاخ زين. انا بردك انا على عبد العزيز، سألك سؤال عبد العزيز. إيه سأل سؤال رد عليه. عبد العزيز شبيه البراك. إيه سألك شنو سأله؟ قال منو الإداري اللي قاعد يسوي مشاكل؟ إيه يقول لك ليش لما تتكلم ما تذكر أسامي؟ لا لأن في عضو مجلس إدارة اللي هو إيش اسمه رضا معرفي صرح في بالتغريد، تغرد إن شيلوا المدرب وحطوا مدرب ثاني، هو وهو يعلم ان الجهاز الفني او الاداري بنادي القادسيه متوافق مع الكابتن مارين وامورهم طيبه، والدليل انهم جددوا الثقه فيهم. نعم. بالجهاز الاداري والفني، وفي عضو ثاني اللي هو سعود ابو حمد دعا الى اجتماع مجلس اداره ولم ينظر فيه طلبه. هو هذا التراشق اللي بينهم الحاصل، هذا يثبت على ان ما وراء العكبه ما وراءه. طيب، ومع الاعتذار الشامل حق عبد العزيز البراك. نعم. ابو خالد ردك على بالنسبه حق ابراهيم المناصير موضوع جمعه. اول شيء طبعا اشكر اخوي عبد العزيز البراك على الاشاده، واقول له ما عليك زود، واخوي ابراهيم ونعم فيه والكلام اللي تفضل فيه اخوي ابراهيم، يعني احنا ما يعجبنا، يعني انا اقول لك بتركي دائما احنا حتى نوصل لاعبين يا اخي انت، احنا مو جزء من الفريق، احنا بنفرح، تعال افرح معانا، يعني لما لاعب يسجل هدف فرحه مو بس باللاعب، فرح لصاحبه، فرح للاحتياط، فرح الإداري، المدرب، احنا بنفرح، فدائما احنا نوصيهم نقول يا شباب تعال افرحوا معانا. لكن ما حصل، قلت لك جمعه يمكن كان مضغوط، ترى هدف صداره قد يكون هدف دوري، يمكن كان مضغوط في بعض الجماهير، وانا قلت بالسابق ليس اساءه، في بعض الجماهير كانوا ينرفزونه، والحركه ترى هي حركه استفزازيه، ما هي حركه غير اخلاقيه. بس اذا سمحت لي ابو تركي، هي حركه غير اخلاقيه، هي حركه استفزازيه. ما يتعلق بالاخلاق فيها شيء. نعم. وقاعد تحصل بالعالم كله، ولكن خلينا نقول لي مجتمعنا الموجود، احنا ما نبي احد يستفز جماهير الفرق الاخرى، بالنهايه كلهم اخواننا وربعنا، احنا ضد هذا الامر. انا اكون منصف معك ابو تركي، والحكم عاقب بالانذار. نعم، وصلناها الجمعه في اجتماع للاعبين كامل، لان الكلام مو بس الجمعه. نعم. لكل اللاعبين، ان ما نبي هذا الامر يصير، احنا نبي نفرح. صح. تعال افرح معانا.
ممتاز وصلت ان شاء الله، وان شاء الله ردينا على المتصلين. عندي بريك صغير وبعدها برد نكمل. بعد اذنك برد على بدر نزال ان شاء الله، عندي فاصل بس. رجعنا وياكم بعد الفاصل. بعد ما خذينا اتصالاتنا دكتور، قبل لا اطلع حق الفاصل دكتور ناصر قلت لي ان انا عندي تعقيب ما ادري حتى. اول شيء اشكر اتصل اخوي بدر نزال، اذا ترى حكم سابق اخو محل الان اخو جار ومعرفه شخصيه طار نزال بتميم ترى يعني ها الامور كلها اخوان وجيران. لكن هو يمكن ما يدري احنا منشئين اكاديميه رياضيه كامله متكامله في الاستشارات الرياضيه، عباره عن نخبه من الدكاتره، فيها دكاتره تغذيه وفيها دكاتره تدريب واخصائيين غذائيين ومدربين ودكاتره تاهيل طب رياضي. فالاكاديميه كامله الحمد لله. كان مفروض ان احنا وزاره الشباب والرياضه انا اقدم لهم يعني او اناشدهم الاصح ان يتبنون نفس هذه الافكار. نعم. لأن هذه أفكار مشروع دولة. أنت عندك مثلا لو تعالج مشكلة السمنة راح توفر على تقريبا نص ميزانية وزارة الصحة، لأن السمنة ينتج عنها مرض القلب، انسداد الشرايين، السكر، الضغط، توفر هذه الأدوية كلها. فأنت لازم يكون يعني هذا اهتمام الدولة أنها تنشئ هذه المختبرات الرياضية وتحث الناس وتنشر الثقافة بينهم، والواحد يتعرف على مكونات جسمه. متى ما تعرفت على مكونات جسمك، شنو جسمك من داخله من نسبة بروتين، من ماء، من دهن، تعرف شلون تتعامل معاه، تعرف متى توقف سكريات، تعرف متى تنزل، تعرف إذا زاد 4 كيلو ترد توقف تنزلهم نظام. اي فهذا اللي احنا نتكلم عنه، ان الدولة يكون عندها فكر وخاصة الاتحادات الرياضية توجه لاعبينها تنشر الثقافة والرياضة. انا بس عشان استقل الوقت دكتور تفضل وياحك قبل لا تختم بتركي. انا اتمنى على الدولة تعترف بالرياضة انه قطاع مهم حال السياسة والاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم. الرياضة قطاع مهم في الدولة، لازم يكون اهتمام أكيد. وكل الكلام اللي قاعد نقوله هذا المفروض يكون مشروع دولة. نعم. لان انت شوف دول الخليج، شوف سبيتار وسباير واللي قاعد يصير المختبرات قاعد يهتمون فيه. احنا نشكر جهودهم، هذه جهود فرديه وجهود خاصه، لكن نبي الحكومه تقوم في هذا الدور. يعني حرام الانديه أكيد. كلها قاعده تعاني من مشاكل. مخرجنا ايش كثر لاعبين وقت. اقل من دقيقه تفضل. اقل من دقيقه نعطي الفرصه للاخوان، بس انا اقول هذا مشروع دوله. لا رد نعم. رد على السؤال اخوي عبد العزيز برا قال ليش ما رديت على اخوي عايد الرضا. عايد الرضوان لو اخطا برد عليه ما عندي مشكله، عايد امون عليه يمون علي، لكن قال كلام صحيح. هو مشكله نادي غاسيه مجلس الاداره، فالكلام اللي قاله عايد صحيح في النقطه هذه. لو معارض عايد في نقطه ثانيه عاد برد عليه. لكن نبقى اخوان الزمه. وصلنا للختام. نقطه خصوص مشروع اللي قال الكندي على السريع. البحرين ما قال على السريع البحرين عندهم المشروع الوطني الكندي. نعم. هذا المشروع مستويات، 4 مستويات. انا يمكن قدموا لي دعوه الدكتور نبيل طه بخصوص هذا البرنامج، يعالج الموضوع البدني، موضوع السمنه، وكل يعني كل الامور البدنيه. فهذا الشيء المفروض احنا نسويه بالكويت. ابو تركي بالاضافه لما تفضل الدكتور ضيفنا العزيز ناصر، ايه يجب ان يكون هناك اطباء نفسيين لمعالجة بعض الأمور ولتفهم بعض نفسيات اللاعبين، وخاصة في هذا الزمن اللي احنا صح بعض الأمور ولا نفسيات اللاعبين عايد يعني عايد. أنا أختم لك بس أصوبي أن أصلا في كل فريق رياضي لابد من وجود دكتور علم نفس رياضي. يا سلام. دكتور تغذية صح. ودكتور إحصاء واخصائي لياقه بدنيه. والله يا جماعه قاعد يعني نروح نتكلمون بامور بعد 100 سنه يمكن ما نقدر. لا انت شلون تمر المستشفى العداله انت شلون تكون ناجح صح تركي. صح والله كلام تركي. هاي لابس كساره شو كنت بطير سلايد حق بوبندا. وصلنا للختام، شكرا لكم على حضوركم اليوم، نشكر المشاهد على المتابعه وايضا المتصل على مشاركته في البرنامج. قاعد يقولوا لي والله الامانه بلشت أمطار الخير تتساقط على دولتنا الحبيبة الكويت، عسى الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله ويجعلها صيبا نافعا اللهم آمين. إن شاء الله نشوفكم باكر ونوصل بالسلامة بالجد بدناها بأمطار وختمناها بالبردي. نشوفكم على خير ومع السلامة.